أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة التي نصد فيها أحداث اليوم 97% للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ونبدأها من الجبهة الشمالية، حيث دوت صافرات الإنذار في إيفن مناحم بالجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في المنطقة. هذا وجرى إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبة جنوبي لبنان. وفي المقابل أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف من الجليل الأعلى على محيط بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان، كما سمع ذوي صافرات إنذار أيضا في مدينة كريات شمونة شمال البلاد صبيحة هذا اليوم. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين وإيرانيين قولهم إن سلاحا إسرائيليا ألحق أضرارا بنظام الدفاع الجوي قرب محطة نطنز النووية بإيران أمس الجمعة. وأكدوا أن السلاح الإسرائيلي أصاب أيضا نظام S-300 المضاد للطائرات في قاعدة بأصفهان. أضاف المسؤولون أن هذه الضربة رسالة لطهران بأن إسرائيل قادرة على تجاوز الدفاعات الإيرانية. هذا أفادت قناة TRT تلفزيونية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل في إسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنه تم خلال اللقاء الذي عقد خلف أبواب مغلقة مناقشة قضايا وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن مع إسرائيل وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. أشارت السلطات العراقية وقالت أنها تحقق في انفجار ضرب قاعدة تابعة لقوات الحشد الشعبي، وهو تحالف من المجموعات المسلحة المتحالفة مع إيران، ليلا مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8. وكان مسؤولون المجموعات المسلحة قد وصفوا في البداية الانفجار الذي وقع في قاعدة كالسو العسكرية شمال بابل، وهي قاعدة أمريكية سابقة تم تسليمها إلى الجيش العراقي عام 2011، وأنه غارة جوية وألقوا باللوم فيها على القوات الأمريكية. ونفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها تنفيذ أي غارات جوية في العراق، ووصفت قوات الحشد الشعبي في بيان لها الحادث بأنه هجوم لكنها لم تلوم أي طرف محدد. وينضم إلي من مدينة إسطنبول دكتور عبد الستار، أستاذ علاقات دولية وعضو سابق في البرلمان العراقي. تحياتي لك دكتور. دكتور، يعني كيف ينظر عراقيا إلى تحول العراق الذي أصبح ساحة خلفية يعني ومباشرة إلى إيران بكل ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الحرب الإسرائيلية أيضا مع لبنان، وكل ما يحدث في إسرائيل عبر العراق؟ يعني تحياتي لكم. الحقيقة هو هذا الكلام اللي تفضل به ربما يكون فعلا منعطف جديد. الآن ليس أمريكي إيراني وإنما إسرائيلي إيراني. يعني بعد 1 نيسان و14 نيسان و19 نيسان العراق بات يعني أقرب من أي وقت مضى إلا إذا صارت يعني مفاجآت إلى أن يكون ساحة. هم ضربوا كاسيو لأن كاسيو شاركت في تضليل الصواريخ الإسرائيلية التي ضربت أصفهان. يعني هم أثبتوا أنهم مرتبطين بالنظام الإيراني أكثر من ارتباطهم بحشد اسمه حشد شعبي. هناك رئاسة أركان، هناك أبو فدك اللي هو رئيس الأركان كان في أسبوع القدس تكلم كلام خطير في هذا الموضوع أنه ينتظر كلام من خامنئي. فلذلك الآن سوداني في الولايات المتحدة والجماعة هنا والقصف ده يصير، إيران تضرب بتمرس المسيرات والصواريخ فوق العراق، إسرائيل تضرب تمرس صواريخ فوق العراق، فالعراق ساحة جوية يعني اشتباك جوي قد ينقلب إلى أن يكون العراق ساحة لقتال. هل سيكون القتال بين الميليشيات وبين الحكومة العراقية أم ستكون بغداد مثل معادلة بغداد وكابل وجها لعملة واحدة وقد يتدخل الحرس الثوري بشكل مباشر؟ فنحن أمام هذا المنعطف بسبب الانعطاف الحاد أن الشيء الجديد أن إسرائيل تستهدف رأس النظام أكثر من أذرعه. نعم دكتور. من يرتبط من الأذرع بالنظام. نعم. راح يكون. لكن دكتور عمر يرى البعض بأن يعني العراق أصبحت ممكن أن نقول ساحة مباشرة لتصفية حسابات العالم أجمع مع إيران عبر بغداد. هو من صار احتلال العراق صار فد شيء بين قوسين ربما غير معلن، أنه إيران لها النفوذ رقم واحد في العراق وإسرائيل لديها النووي رقم واحد بالمنطقة. الآن
إذا إيران تيجي تروح نووي لازم هاي الاتفاقية تنقض تماما، وبالتالي يعني ينقض نفوذ إيران في العراق أيضا. والعراق دخل في 6+3 منذ تموز 2022 عندما جاء بايدن للمملكة العربية السعودية، وإيران لا تسمح بهذه المعادلة في ظل تغير الأوضاع. لنرى هل سيقبل الشيعة بدخول الحرس الثوري البري أم أن نعم. بس عبد الكريم مش معنى صح؟ نعم نعم دكتور عمر، يعني سؤال آخر، يعني هناك بيانات يعني للفصائل المقاومة في العراق التي تبدو جدا مقنعة بأنها تشارك لدعم القضية الفلسطينية في نضالها، أو عفوا في قطاع، يعني في نضالها أمام إسرائيل وأيضا في الحرب في قطاع غزة. لكن السؤال، هل بالفعل الفصائل في العراق ملتزمة بالفعل مع الفصائل الفلسطينية أم أنها مدعومة إيرانيا وتخدم أجندة إيران؟ تخدم أجندة إيران نصا وروحا. وإذا أريد إحنا نفصل شوي، هاي الفصائل اللي يسموها معادية، اللي هي سيد الشهداء، كتاب حزب الله، النجبة، أنصار الله الأوفياء، هاي الفصائل اللي قد السودانية أعطى ضوء أخضر أو لم يعطي كما تقول بعض المصادر للولايات المتحدة بأن يستهدفون الفصائل المعادية. فمن هنا نحن نتحدث الآن. حماس تتحدث على نقل مكتبها من قطر إلى دول أخرى، الأمر في غزة ينتقل إلى اليوم التالي من غزة. غزة أصبحت من الماضي، نحن الآن نتحدث بعد الأول من نيسان إلى استهداف نظام رئيس أخطبوط وليس أذرع. لذلك الذي يريد أن يرتبط بالنظام بأجندة النظام النووي ولا الصاروخي ولا المسير ولا الحرس الثوري والميليشيات، خلي يقدم نفسه، الميدان مفتوح. ولذلك نقول أن العراق يعني للأسف هو أرض ستكون، يعني مو كان، ستكون الآن مستباحة، لأنه سلاح الحشد يجب أن يخرج من سيطرة منظومة إيران إلى دولة ويزفالية. هل هذا سيحصل؟ أنا أعتقد هذا يحتاج إلى دورة زمنية، وإحنا على أبواب الدخول في هذه الدورة. يعني سؤال آخر أيضا دكتور عمر، الأردن شارك في صد المقذوفات التي أرسلت إلى إسرائيل، وطبعا يرى البعض بأنه كان أيضا وساعد إسرائيل في الهجوم الإيراني عليها. السؤال الأهم هو الحكومة العراقية تقف عاجزة وصامتة أمام الفصائل التي تقاتل يعني والتي تشارك في حرب غزة، هل هذا بحسب رأيك يعتبر يعني ضعف أم أنها تريد أن تقف الحياد؟ أنا أتحدث عن الحكومة العراقية. الحكومة العراقية في هذا السياق عندنا 3 أمور. أولا أشياء تغذي الإرهاب وأشياء تؤجج الإرهاب وبرنامج حكومي. إذا برنامج حكومي ما موجود قوي لمعالجة الأشياء التي تؤجج والأشياء التي تغذي، فإن العراق سيذهب إلى أن يكون أفغانستان ثانية مثل أشرف غني والسوداني وتالي جت طالبان. من سيأتي الآن معناته أن المنظومة السياسية الموجودة حاليا ستذهب إلى حيث ألقت رحلها بصراحة. من هنا موقف الأردن كان قوي بما فيه الكفاية، وموقف العراق كان ضعيف بما فيه الكفاية. وطبعا هذا كلش خطر بالجهتين، سواء على الأردن من جهة وعلى العراق من جهة. لكن أنا أعتقد عين الولايات المتحدة على العراق في ظل 6+3 قد لا تسمح بالعراق إلى أن يذهب وليكون فوضى كما شهدناها في 2003 أو ربما في غزو العراق للكويت. أنا أعتقد من هنا هناك شيء جديد، لا نعرف هل السوداني سيسقط أم السوداني سيكون قادرا على مواجهة الفصائل المعادية بدعم دولي. هذا يبقى سؤال مطروح طبعا، لا نعرف كيفية الإجابة عليه. إذن سؤال أخير، لماذا ما زالت العراق حتى هذه اللحظة وحسب رأيك تلتزم الصمت بكل ما يتعلق بالحرب أو كل التصريحات، الهجوم الإيراني والحرب في غزة؟ وصدرت بيانات من عن الحشد وبيانات حكومية مختلفة. الرؤى عند الحشد مختلف عن الرؤى عند الحكومة والسوداني في واشنطن. الحقيقة هذا يساعد في أن نقول أن السوداني ربما يكون جزء من اليوم التالي في العراق بعد هاي المنظومة التي حكمت بعد 2003. هل فعلا أنه سنتجه بهذا الاتجاه؟ نحن نتمنى ذلك، نتمنى أن العراق يخرج. أنا أتحدث مع الفرات الأوسط والجنوب، والناس هناك لا تريد إيران 100%، يعني
تريد شيء آخر يعني رفعتها ربما في تشرين في هذا الاتجاه. دكتور طبعا. عمر عبد الستار أستاذ العلاقات الدولية وعضو سابق في البرلمان العراقي، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معي ببث مباشر من العاصمة التركية إسطنبول، ومن إسطنبول أتوجه الآن إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية ومراسلنا بليغ صلاحدين، تحياتي لك بليغ. إذن بليغ، في اليوم 97 بعد المئة يشهد اليوم هذا طبعا العديد من التصعيد في الجبهة الشمالية، ضعني في صورة المشهد لديك وآخر التطورات الميدانية. نعم وسام، إذن يعني القصف المتبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يستمر اليوم، وآخر التطورات تتحدث عن مقتل 3 لبنانيين أو 3 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي كما يقول التقرير اللبناني في منطقة الجبين في جنوبي لبنان. حاليا إسرائيل لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن أي قصف في تلك المنطقة، ولكن قبل بضع ساعات الجيش الإسرائيلي أعلن ونشر شريط مصور يظهر أحد الأشخاص المسلحين يدخلون إلى مبنى في منطقة عيتا الشعب القريبة جدا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقام بعدها الطيران الحرب الإسرائيلي بقصف هذا المبنى، ويقول طبعا الجيش أنه قام بقتل هذا المسلح. من جهة أخرى يقول أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في منطقة كفار كيلا عفوا في الجنوب اللبناني، ولكن لا يوجد أي تقارير إسرائيلية تتحدث عن هذه ضربة في الجبين، ربما سنشهد ذلك في الساعات القريبة القادمة. من جهة أخرى صافرات الانذار سمعت اليوم، إحداها كانت صافرة انذار كاذبة في ساعات الصباح الباكرة حوالي الساعة 7، ولكن لاحقا في ساعات الصباح في ساعة كان هناك اطلاق لصاروخين أو 3 صواريخ نحو تلك المنطقة القريبة أيضا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وسقطت في مناطق مفتوحة. لاحقا سمعت صافرة انذار في منطقة كريات شموني والجليل الأعلى بشكل عام 2 خلال نصف ساعة. يبدو أن كان هناك تخوف من طائرة مسيرة دخلت الأجواء الإسرائيلية، وهذا يعني الحدث لم تعلن إسرائيل حتى الآن ما كانت نتيجته، إن كان هناك أي يعني أضرار أو إصابات بسببه في نهاية الأمر. إذن نحن نشهد طبعا التصعيد الطبيعي لنقول بين حزب الله وإسرائيل على الحدود. من جهة أخرى يعني هذا يأتي في وقت فيه إسرائيل متخوفة من التهديد الجديد نوعا ما بالمسيرات الانتحارية التي رأيناها في عرب العرامشي في يوم الأربعاء الأخير، عندها قامت القوات التابعة لحزب الله بيعني إطلاق هذه المسيرة الانتحارية التي أصابت عدد كبير من الجنود والمدنيين الإسرائيليين في هذه القرية البدوية على الحدود، وذلك طبعا حتى الآن يوجد مصابين موجودين في مستشفى نهرية جراء هذا القصف من قبل حزب الله. بليغ صلاحدين مراسلنا من الحدود الشمالية الإسرائيلية، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وسنعود معك أيضا في نشرات أخرى من الحدود الشمالية. توجه الآن إلى مدينة تل أبيب ومراسلنا عمر ربيع، تحياتي لك عمر، متواجد الآن في ميدان المختطفين. عمر، يعني اليوم السبت والمعروف أنه دائما يكون يعني بقوة يستجمع فيه جميع نشطاء للاحتجاج سواء كان حراك كابلن أو عائلات مختطفين لمواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة وإبرام صفقة، ما هو المنتظر سيكون الليلة؟ ضعني بأبرز التفاصيل، تفضل. نعم زميل وسام، تحية لك وللمشاهدين. إذن بدون شك أن الاعتصام الذي سيكون مساء اليوم السبت بشكل تقليدي طبعا وأسبوعي أمام مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الكرياء التي تجتمع بها القيادة السياسية والكابينت الإسرائيلي لإدارة شؤون الحرب وصناع القرار، ستأتي يعني هذا الاعتصام سيأتي اليوم على خلفية الطريق المسدود في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيطين المصري والقطري مع حركة حماس لإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن الكابينت الإسرائيلي لن يلتئم إلا بعد يعني عيد الفصح اليهودي الذي سيحل في بداية مايو أيار، وذلك بسبب يعني انسداد الطريق في المفاوضات، علما ان حركه حماس ايضا تدرس بحسب تقارير تغيير يعني مقر اقامتها من الدوحه الى
مكان آخر لربما قد يكون تركيا على خلفية يعني اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. طبعا هذا الأمر سيصعب على إسرائيل المهمة لأن والولايات المتحدة بمهمة إرسال الرسائل لحركة حماس. نريد أيضا أن نعرج على موضوع آخر ألا وهو وبما أننا ذكرنا تركيا فإن يعني هناك تقارير تتحدث عن أن قافلة كسر الحصار يعني على غرار مرمرة ستنطلق من تركيا الأسبوع المقبل إلى شواطئ قطاع غزة هذا فيما بات يعرف بقافلة الحرية. وإسرائيل يعني تستعد لهذه القافلة عبر الوسائل الدبلوماسية للضغط على تركيا من عدة دول إضافة إلى استعدادها أيضا من الناحية العسكرية على شكل السيطرة بالقوة على هذه السفينة التي نعود ونكرر أنها ستبحر من تركيا إلى قطاع غزة على ما يبدو في الأسبوع المقبل. عمر ربيع مراسلنا من ميدان المختطفين في مدينة تل أبيب شكرا لك على كل هذه المعلومات وسنعود معك أيضا في نشرات أخرى. إلى شهر آخر حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من التداعيات السلبية للتوتر بين إسرائيل وإيران خلال اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في إسطنبول. قال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري إن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو عدم اكتراث الغرب بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حد وصفه. ومن جهته حث وزير الخارجية المصري إيران وإسرائيل على ضبط النفس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ومنذ البداية حذرنا بأنه الحرب في غزة سوف تؤتي باتساع رقعة الصراع والتوتر في المنطقة وشهدنا ذلك في ما أتى من استهداف للملاحة في البحر الأحمر وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي والآن هذا التوتر والتصعيد العسكري فيما بين إيران وإسرائيل وطلبنا الطرفين بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى إطار أوسع من المواجهة العسكرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة فيما بينهما. هذه الأمور لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني لا تخدم مصلحة الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والدعم الغربي غير المشروط له هو أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي من مدينة إسطنبول في تركيا مراسل قناة A24 نيوز في تركيا أبو بكر إبراهيم أوغلو. تحياتي لك أبو بكر. أبو بكر مرة أخرى نشاهد هذا اللقاء بين وزير الخارجية المصري شكري مع نظيره فيدان يتحدثان عن يعني إدخال المساعدات وركزان على الصراع الإيراني الإسرائيلي وتأثيره على المنطقة. فما هي التداعيات وكيف يقرأ هذا اللقاء في تركيا؟ مرحبا وسام. طبعا تأتي هذه الزيارة من الوزير المصري إلى تركيا. نحن نتحدث الآن عن تحديات إقليمية كبيرة لابد أن تكون أيضا في الخلفية في خلفية الصورة الدول الكبرى التي تستطيع أن تتحدث مع الأطراف المتنازعة. عندما كنا نتحدث قبل ذلك عن الصفقات الأسرى كان الحديث عن الدوحة. أما الآن عندما يدخل الصراع في قضية إيران وإسرائيل وتبادل الحديث تصاعد الأحداث بينهما من الهجوم والهجوم المضاد تأتي هنا أنقرة لتلعب هذا الدور حيث أنها قريبة معروفة لدى الطرف الأمريكي أنها لديها من الأيادي ولديها من الاتصالات مع الجانب الإيراني. وكان طلب واضح من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع في ألا يكون هناك رد فعل للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية وبالفعل قامت أنقرة بهذا الدور وحست إيران على إذا كان هناك رد سيكون الرد ضعيفا أو محكما لكن وكان أيضا تم الإبلاغ قبلها للطرف التركي بتوقيت الضرب وبالتالي كانت فقط عملية نوع من زر الرماد عن العيون. هنا نأتي مرة أخرى إلى العاصمة أنقرة يلتقي شكري وفيدان والحديث عن العديد من الملفات في المنطقة وحسب ما قال هاكان فيدان هو غزة والحرب على غزة هي التي تأتي في مقدمة الاهتمام بين محادثات البلدين. هناك أيضا حديث عن اقتراب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة وبالتالي هناك استعداد لهذه الزيارة وتأتي زيارة شكري أيضا للتمهيد لها. هناك حديث على الجوانب الاقتصادية
حيث هناك حديث عن رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين لنصل إلى 15 مليار دولار، والعديد من النقاط الأخرى مثل صوماليا لاند والميناء الذي ترغب فيه أثيوبيا على البحر الأحمر والجانب الخاص بأثيوبيا، وهناك أيضا قضية سوريا وقضية العراق وقضية ليبيا، حيث يطمحان إلى التعاون في غاز المتوسط وإتمام الأمور الخاصة بذلك. أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسلنا من تركيا، كنت معي ببث مباشر من مدينة إسطنبول، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وطبعا إلى الآن أتوجه إلى حنان جافن خبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تحياتي لك سيد حنان. سيد حنان، يعني ممكن أن نقول بأن الهجوم الذي ينسب إلى إسرائيل وكان ليلة الجمعة على أصفهان وبغداد وسوريا، هل يمكن أن نعتبر أن هذا هو الرد القاطع الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي كان قبل أسبوع؟ يعني لا أقول، أنا لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل واضح لأن هناك مزيد من الأسئلة. إحدى هذه الأسئلة، هل هذا أثر أو يؤثر على حرية العمل الإسرائيلي في سوريا؟ هذا أمر مهم جدا، حرية الحركة في سوريا. أنا أعتقد أن المشكلة الإيرانية هي ليست هذه الهجمات، ولكن ما الذي يفهمه كل واحد من الأطراف. أعتقد أن الإيرانيين تفاجأوا من الرد الدولي، هم لم يتوقعوا هذا الرد. المتطرفون في إيران الذين قادوا هذا الهجوم بالمفرقعات لم يتوقعوا أن يكون رأي العام على هذا الشكل. من ناحيتهم هم يفهموا أن هذا الهجوم كان خطأ، أستخلص ذلك من خلال ردود فعلهم، بما في ذلك رد فعل وزير خارجية إيران الذي قال أنهم لن يردوا، لذلك الاختبار سيكون بالأفعال في سوريا. لا، نحن لا نعرف ما الذي حصل في إيران. هناك الكثير من الأنباء من وسائل إعلام سعودية وأمريكية وغيرها، لست متأكد أننا نعرف ما الذي حصل. أنا أعود وأكرر لما قاله وزير خارجية إيران، لا أعتقد أن ما قاله يؤثر على صانعي القرار، لكن الطريقة التي عرضها وكأنه كانت هناك ثلاث مسيرات صغيرة، هذا يدل أنهم يريدون محاولة تخفيف هذه المسألة. يعني قبل ساعة من الآن وردت أنباء وخاصة في قناة الحدث السعودية بأن يعني قتل ثلاثة نشطاء من حزب الله بواسطة نيران من الجيش الإسرائيلي والقصف المتواصل هناك. يمكن أن نقول بأن إسرائيل مستمرة في التصعيد في الجبهة الشمالية خاصة مع قوات حزب الله. نعم، الجبهة الشمالية تأخذ أولوية واضحة منذ الهجوم الإيراني، والتحالف الدولي الذي وقف إلى جانب إسرائيل، الضغط سينتقل إلى الجبهة الشمالية. حزب الله يعرف هذا، يفهم هذا، وأعتقد أنه لو نظرنا كيف تهدأ الأزمة مع إيران، فالمشكلة مع حزب الله ستكون هي في صلب الأنظار. أعتقد أن أننا سنشهد حراك دبلوماسي في الأيام القادمة، هذا ما يقوله الأمريكيون والفرنسيون، علينا أن ننتظر ونرى. أنا أريد وسام أن أعود إلى مسألة غزة التي تبقى في الخلفية لأنها مرتبطة في مسألة حزب الله في غزة من حيث الحوار ووجهة الحل. من وجهة النظر الفلسطينية هذه المسألة تراجعت، اليوم الفلسطينيون في غزة سواء كانوا حماس أو المواطنون لا يرون أي أفق يشير إلى أننا نسير نحو وقف لإطلاق النار. الذي حدث رد حماس السلبي الذي أعطي قبل أيام فعليا كسر القواعد، وليس صدفة أن قيادات حماس في قطر بدأت تبحث عن مكان آخر يأويا. قطر تشعر أنها فقدت قوتها على الوساطة وفقدت ثقلها، وحماس تشعر محبطة من الطريقة
التي لم تنجح فيها قطر بجلب وقف لإطلاق النار. أعتقد أن قطر تعهدت لحماس بأنها ستجلب لهم وقف دائم لإطلاق النار وفق رؤية قطر وفق رؤية حماس، لذلك بسبب كل هذه المعطيات مشكلة حماس والقضية الفلسطينية تراجعوا وتحولوا قضية ثانوية. سيد حنان جيفن خبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وطبعا إلى شأن آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر الجيش قد قتلوا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة الغربية. وأضاف أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا أيضا منذ بدء العملية. وقالت كتائب طول كرم التي تضم نشطاء من العديد من الفصائل الفلسطينية إن مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، وشهدت 3 طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية وسمع ذوي إطلاق النار. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي مراسلنا من رام الله فراس حسن. تحياتي لك فراس عبر الخط الهاتفي. فراس، يعني من جهة أخرى آخر تطورات الإسرائيلية الميدانية لديك بكل ما يتعلق بالعملية الإسرائيلية في مخيم عين شمس، تفضل. نعم وسام، يعني ما زالت العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في مخيم نور شمس الواقع شرق مدينة طول كرم لليوم الثالث على التوالي منذ أكثر يعني من 40 ساعة. ما زال المخيم تحت الحصار الإسرائيلي، وبسبب هذا يعني الحصار ما زالت لربما الصورة ضبابية والمعلومات القادمة من هناك غير واضحة وغير دقيقة. كما قلت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن جنود الجيش والشباك والحرس أيضا تمكنوا من اغتيال 10 مطلوبين واعتقال 8 آخرين، والكشف ايضا عن اسلحه وعبوات ناسفه. الا ان المصادر المحليه وسام في المخيم افادت ان الجيش الاسرائيلي يستهدف يعني منازل بقذائف الانرجا وليس مستودعات او اماكن لتصنيع العبوات الناسفه. الجيش الاسرائيلي ايضا يعني وسام في نقطه مهمه، كان قد اعلن انه تمكن من اغتيال قائد كتيبه طول كرم في سرايا القدس محمد جابر، والذي يعرف بابو شجاع، واربعه ايضا اخرين من عناصر الكتيبه. الا ان المصادر الفلسطينيه وسام أكدت أن أبو شجاع لم يتم اغتياله وأنه بصحة جيدة. نعم. وتمكن من مغادرة فراس حسن لضيق الوقت، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معي من رام الله. وبذلك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المشاهدة، بعد قليل سنواصل التغطية، ابقوا معنا، إلى اللقاء.